عنده بدون ما ياكله. شدوا بعضكم يا اهل فلسطين شدوا بعضكم. قصة مفتاح يحتفظ به الفلسطينيون منذ 75 عام رغم مرور السنين دي، لكن أهالي فلسطين لسه لحد دلوقتي محتفظين بمفاتيح العودة ولسه منتظرين اليوم اللي هيرجعوا فيه لبيوتهم في فلسطين. مفتاح العودة، الجملة دي انتشرت خلال الأيام اللي فاتت على السوشيال ميديا وأصبحت ترند على المنصات المختلفة، ورغم أن مفاتيح العودة دي عليها صدى أطول من عمر كيان الاحتلال، لكن أهالي فلسطين لسه متمسكين بيه لحد دلوقتي. وبعد تداول صور لمواطنين فلسطينيين وهم ماسكين مفاتيح العودة في إيديهم، الناس كلها بدأت تسأل قصة مفتاح العودة. مفتاح العودة بيشير لمفهوم مهم في القضية الفلسطينية، وهو حق اللاجئين في الرجوع لبيوتهم وأراضيهم اللي تم تهجيرهم منها خلال النكبة سنة 1948. ولسه لحد دلوقتي بعض العائلات الفلسطينية محتفظة بمفاتيح بيوتهم كرمز لحق العودة للبيوت اللي خرجوا منها بعد الحرب اللي قامت سنة 1948 بين عدد من الإسرائيليين وعدد من الدول، واللي بعدها تم منح الكيان الصهيوني قرار بإقامة دولتهم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتم طرد الآلاف الفلسطينيين من بيوتهم. ووقتها تم تهجير أكثر من 950 ألف فلسطيني من المدن والقرى، وبترجع أصول مفهوم حق العودة لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر 1948. وحسب القرار ده فمن حق الفلسطينيين اللي تم تهجيرهم من بيوتهم ومن أراضيهم أثناء النكبة إنهم يرجعوا تاني لبيوتهم وأراضيهم، لكن ده لسه ما تحققش لحد اللحظة دي. ورغم كده الفلسطينيين بيحتفظوا بمفاتيح بيوتهم وعمرهم ما فقدوا أمل العودة، واللي بيسيب بيته بيفضل يورث المفتاح ده لأولاده وأحفاده على أمل إنهم يرجعوا للبيت في يوم من الأيام. هذا والتاريخ بيعيد نفسه تاني، وبعد مرور 75 سنة على النكبة ودلوقتي قوات الاحتلال بتستخدم مبرر جديد للتهجير، وهو تطهير قطاع غزة من قوات حماس. وخلال الأيام الأخيرة سمعنا قصص كتير مؤثرة لشهداء فلسطين فرقوا الحياة دفاعا عن وطنهم، وسمعنا قصص مؤثرة حكتها الأمهات عن أولادهم اللي شافوهم وهم بيموتوا قدامهم وما قدروش ينقذوهم. أولاد وين؟ أولاد ماتوا بدون ما ياكلوا، ماتوا صغار مش ملاحقين احنا. وفضلت أصوات الأمهات دي مسموع صداها في آذان الناس. رحم الله الشهداء، فاللهم منصر أهل غزة.